عندي سؤال يا أخ عبد الكريم للشيخ الله يحفظك. تفضل. أنا من أبها وناوي طول الله عمرك، عندي بنت في مكة. نعم. وناوي طول الله عمرك عندما وصلت عندهم هناك أخذ عمرة، فهل يجوز لي أعتمر من عندهم من البيت وأعتمر أم لا؟ يا أخي إذا قدمت من أبها تحرم من ميقات أبها، إن جيت من طريق الساحل تحرم من يلملم ميقات أهل اليمن، وإن جيت من طريق الطائف تحرم من السيل الكبير، أو من وادي محرم ميقات أهل نجد والعراق ونحوهم. نعم.